معقول يا جماعة الكاميرا دوختنا عمالة تلف يمين وشمال وهيبقى كده على يميننا نادي النصر بتشده في مباراة فيها كفاح وفيها عنف وفيها قوة وفيها ايه كمان وفيها ايه كمان يا نهار ابيض سد بعد خطير 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 وهوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض ده احنا لسه بنقول يا هادي في الدقيقة 3 يا نهار ابيض بداية قوية 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 لكن انشا من علي الجامي الحقيقة في مكان صعب جدا جدا والهدف الاول تاليسكا 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 يا نهار ابيض يا مش ممكن مش معقول ده لو قرعت الفنجان قريت يا سلام عليك يا تاليسكا يا نهار ماكسيما ماكسيما خطير أرضية عايز عد عايز عد ولف وهوبا سهلة سهلة حاجة بتدي كل حاجة وكل طاقة وادي أوتافيو وادي أوتافيو رد جاي منين الحقيقة ملوش أي مبرر على الإطلاق ادي انطلاقة أوتافيو وادي الراجل دخل عليه بمنتهى تقدم وهيخش بشماله والعرضية العالية من القلب وهوبا وهوبا يا نهار ابيض يا نهار ابيض عليك مطرب العواطف مطرب العواطف مطرب العواطف تاليسكا بدأت الحكاية بضربة رأس روعة من ناحية الشمال لكريستيانو هوبا العرضية والتانية هوبتين والتالتة تلات هوبات وتلات لعيبة لكن تاليسكا 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 يا نهار ابيض مرة تانية فيرمينو حتى خطير خطيرة يا نهار ابيض مصر عنيف 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 رياضي ولا لعيب خطير خطير خطيرة التانية ملهاش لازمة هو المهاجم في حالة الضغط طويلة وخطيرة خطيرة 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 وهوبا والهدف وهوبا والهدف حلوة 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 فرانك يا كيسيه روعة روعة لكن بص وش رجله الخارجي محمد المجحد حطها جميلة جميلة لفرانك كيسيه فرانك كيسيه عنده هدفين وده الهدف ساديو ماني وعلي مجريش ساديو علي ساديو علي أخده ايه اداها فاول على ساديو اداها فاول على ساديو ساديو بيقول له ده اداني بكوعه في صدري لكن الراجل واقع على ارض سليمة يا علي علي مجريشي الحقيقة لعيب راجل 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 بص ساديو بص ساديو يا راجل اديته واحدة باليمين اديته واحدة باليمين او خمسة كمان اهي عرضية سريعة لكن المرة دي عالية قوي قوي لازم تتلعب قبل ضربة وماشي وخطير خطير ماكسيما 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 يا نهار ابيض فرانكيسي فرانكيسي عايز يلعب على العرضية خطير 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 ومرة تانية وعالية وبراس عن الباك الشمال أليكس تيليس بص في الكرة اللي فاتت دي على طول مين اللي طلعها أليكس تيليس روعة روعة بيتكلموا برتغالي وساديو ماني وحكم مدي ضربة حرة مباشرة على علي مجرشي ضربة حرة مباشرة لصالح ساديو ماني الحقيقة يوفر الانذار ده اللعبة في الملعب لأن هو في ضغط كبير جدا جدا عليه لأنه بيلعب في الجبهة اللي فيها بروزوفيتش وساديو ماني مع الأسف اعتاد دايما اللعيبة انه صغرة وبيدور على المساحة وداخل وهوبا وخطيرة بقول لحضراتكم الفولو الفولو بيدور على الفولو كريستيانو كده عادة بترتد من الحراس خاصة لو عملت بند زي كده تاني خالص مفيش كلام رياض محرز والعرضية العالية الخطيرة ولسه ومن القلب على طول بيطلع وهوبا سهلة سهلة وحش يا جماعة الراجل أليكس تيليس ده من ناحية اليمين ويعدي وعايز يعدي فيجا عرضية وهي يا نهار بروزوفيتش عايز يعدي بيلعب العرضية مش مظبوطة لكن تروح له تاليسكا تاليسكا يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض غني يا اخويا غني يا نهار ابيض عليك مش ممكن مش معقول ده النهارده غنى غنى مش معقول مش ممكن مش معقول هدف روعه روعه ثبت بالشمال وما رحمش مندي ومندي تروح فين يا مندي تروح فين احيانا ممكن يعملوا مشكله الفريق كان رياض محرز ماشي من حلمين عايز يعدي عايز يعدي لكن مضغوط عليه بقوه بفاول بفاول على اكس تليس قالك انا عقور في منتهى الخطوره وايضا الم ماكسيما ضيع هدف لا يضيف محرز وعرضية عالية خطيرة لكن ضربة بيحرق عليه الخيبري حطها رياض خطير 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 خطيرة خطيرة وبسام وإيه وضرب الجزاء يا نهار حط رجله قدام بسام نشوفها مرة ثالثة
ادي اهي. طبعا الحقيقه لو تم تاكيدها من الفار هتبقى انقاذ لبسام الحريجي، اللي المباراه كانت صعبه جدا عليه، لكن دي تبقى مساهمه منه بضرب الجزاء وضد تاليسكا وفي توقيت مهم. فتح الشاشه رياض محرز ونواف، رياض ونواف وهوبا، يا عيني عليك يا رياض، للنادي الاهلي ويعيد الاهلي للمباراه. يا ترى كريستيانو يومانيه، ساديو ماني رايح فين؟ يرجع بره تاني وعايز يعدي، وهيلعب العرضيه، وادي العرضيه مش معديه، تروح للسلطان الغنام الخيبري عرضيه لماني مره تاني، وهوبا يا ترى. بصوا يا جماعه الهجمه، بصوا الخيبري، بص ساديو ماني، تاليسكا دي سليمة جدا، ما فيهاش حاجة، دي فاول ما فيهاش، خطير وهوبا والهدف. يا نهار أبيض يا كريستيانو، لا يا كريستيانو في الدقيقة المدرجات هغنيها لكم مع الهدف الحلو ده، وهوبا هغنيها كده اهو، لو حبيتوا تغنوها زيي، كريستيانو أهياني منك أهيانو يا كريستيانو، يا رجل. خطير تاليسكا عرضية وهوبا، وهوبا ويا خرابية، في الشمال في اليمين مرة تانية، وتاليسكا العرضية معدية المرة دي عالية. أدي تاليسكا، نشوفها كده مع بعض مرة تانية، نشوفها مرة تانية مع بيقول في إيده، بس ده إيبانيس نايم عليها. طب هي دي، ده فرمه إيه، وضربة كده لكن تمشي صغيرة مرة تانية، بروزفيتش يعلم الفرص، خطيرة نهار أبيض، خطيرة بسام هوبا، يا راجل سدد، بترفع فين، سدد يا راجل، ترجع مرة تانية رياض محسن، ماشي رياض خطير وهوبا يا نهار ابيض، اخده مش وعد، خطيره يا نهار ابيض، كانت ودي واحده خطيره وهوبا يا فرصه مش معقول تعدي بغرابه شديده جدا، ده مين ده؟ ده فراس البريكان يا فراس. فرانكيسيه بعد ما كان بيشتغل في الشمال، عرضيه مش معديه، يردها اليكس تيليس لساديو ماني، مقطوعه من ساديو ماني، وضربه حره مباشره في مكان في منتهى الخطوره من احدى البقاع، رياض محرز والتسديده عاليه، كل النصر تحت الكوره، رياض محرز بشماله وعرضيه عاليه خطيره، وكريستيانو فتح له بسام هنا يلعبها تسقيط، خطير يا الهرب، لا تسلل، في لاعب واقع على الارض، بسام الحريجي مصاب، ارتقى الحكم ان هو يوقف المباراه، شاف ان فيها ممكن اصابه لا قدر، بيض على طول على وسط الملعب محمد المجحد، يا ولد طويله وخطيره جدا، يا ولد خطيره هوبا، والهدف الثالث اشتعلت المباراه، يا سلام عليك يا رياض، مثالي رياض محرز، يحطها عرضية جميلة تعدي نواف، والهدف الثاني محمد هي طويلة تاني. هي رياض وتليس، لكن ياخدها المرة دي منه تليس للخيبري، مقطوع من الاثنين وتسديدة وهوبا يا الهرب، داخل المنطقة والسابع صياد على قوس ال 18 وداخل رياض، خطير هوبا يا نهار ابيض يا سمحان يا نابت، مش معقول، وادي تغيير كمان لنادي الاهلي، هنشوف مين اللي خارج حالا دلوقتي ومين اللي داخل، لكن لمسه روعه، يا عيني عليك يا نابت، محمد المشحل خارج، المجحل دايره، كله جوه منطقه على يمينه، عرضيه عاليه خطيره يا نهار ابيض، لكن تطلع ولسه البالونه موجوده، ويطلق حكم اللقاء البرازيلي اندرسون دارينكو.